بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا مرحبا بكم متابعي الكرام في كل مكان في قناه درسك اليوم في الانجليزيه مع مستر محمد طه في لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات شرح كورس معهد القوات المسلحه للغات. Hello for everybody. You're welcome to come back again. Today we're going to talk about unit 8 level 1 American language course. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. النهارده ان شاء الله بنتكلم عن الوحده الثامنه، طبعا lesson 1 اكيد or first part، ده اول درس في الوحده الثامنه في المستوى الاول طبعا لشرح كورس معهد او من مستويات معهد المستوى الاول لمعهد القوات المسلحه للغات. طبعا النهارده بنتكلم عن الجزء الاخير في هذا اليونت، في بدايه اليونت يعني. طبعا اليونت منقسم لجزئين في الجرامر، اقصد يعني بخلاف المحادثه والريدنج. اليونت طبعا في كماله لشرح او لدرس او لزمن او لقاعده المضارع المستمر. النهارده بناخد طبعا السؤال بكلمه استفهام بعد ما درسنا الاثبات والنفي والياس اور نو كويستشن، السؤال بمعنى او ما يعطي معنى هل. في الحلقات الماضيه في يونت 7، النهارده ان شاء الله بنختم طبعا اخر جزء في زمن المضارع المستمر حسب طبعا ما ورد في كتاب معهد القوات المسلحه للغات في المستوى الاول، يعني احنا بنتكلم عن مستوى المبتدئين يا شباب. وطبعا هذا نافع للابتدائي والاعدادي والثانوي عفان الله اياكم يعني، ومع احترام الجميع لو حد يعني مستواه ضعيف في الانجليش مش عيب ان هو يقوي نفسه. يونت 8 American Language Course. طبعا يمكن اول حلقه في حد اول مره يشوفني من حضراتكم او اول حد اول مره يسمعني يعني بمعنى اصح، فطبعا انا هفكرك يعني مضارع مستمر. اي زمن في العالم، لما عندنا 12 زمن في اللغه الانجليزيه، اي زمن منهم فهو بيتكلم عن الفيرب، الفعل. يعني فعل حدث، حاجه بتحصل، يا اما بيحصل يا اما حصل في الماضي او حدث او سيقع او سيحدث في ادب مستقبل. طبعا في المضارع المستمر حاجه يقول لي مستمر، يعني ايه مستمر؟ يعني لسه بيحدث. تمام، فمثلا واحد بيقول لك انا باكل دلوقتي، هيقول ازاي؟ I am eating now. Yeah, I'm eating now. واحد بيقرأ دلوقتي. I'm reading now. واحد بيلعب دلوقتي. I am playing now. طب هو أخي بيلعب دلوقتي. He is playing now. طب هما بيلعبوا مثلا كرة قدم دلوقتي. They are yeah or there. صار they are there. احنا طبعا شرحنا كل ده بالاختصار بكله. تمام. They are playing football now. Or they're playing football now. They are playing football now. Yeah, that's right. طبعا في النفي بنفي بكلمة not. كنا بنقول I'm not reading a story now. I'm not reading a story now. Or I'm not reading a book now. Yeah, that's right. أو مثلا she isn't playing tennis now. هي لا تلعب التنس الآن. أو they aren't or we aren't eating now. Yeah. وهكذا. طبعا ده بالنسبة للنفي. في السؤال اللي هو yes or no question كنا بنقدم الفعل على الفعل، ودي قاعدة عامة في تكوين السؤال يا شباب في اللغة الإنجليزية، نقدم الفعل على الفعل، وقلت لك ده بيميز الجملة عن السؤال أو بيميز معنى صح السؤال عن الجملة. تمام، فاستحالة طبعا تكون السؤال زي الجملة، ازاي هنفرق بينهم؟ فطبعا ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا يعني عقل مفكر بيه، فلازم السؤال يتقدم الفاعل في الجمل في السؤال، او الفعل يتقدم، سوري عفوا يا شباب، الفعل يتقدم الفاعل في السؤال، ما يبقاش الفاعل ثم الفعل ثم الكماله، دي الجمله، او sub verb plus complement دي الجمله. I دي فاعل، am reading a book now. am reading ده فعل الاستمراريه وفعل المضارع المستمر، a book now دي الكماله او الكومبلمنت، دي جمله. طيب انا عايز اعمل سؤال، يبقى هطلع بام بره، am I reading a book now؟ أو are you reading a book now? Yes I am. لما يكون في مخاطب، are you reading a book now? Yes I am. دي short answer. Or yes I am reading a book now. دي long answer. Is she playing tennis now? Is she playing tennis now? هل هي تلعب التنس الآن؟ Yes she is. Short answer. طيب لو أنا قلت yes she is playing tennis now، يبقى دي long answer. Long answer يعني إجابة مطولة. أوكي يا شباب، دلوقتي بقى الجزء الأخير، كان لازم أذكر الناس بالمضارع المستمر، أنا بقالنا كام حلقة كمان ما سجلتش، بعتذر للناس، آسف جدا. أنا والله أنتوا عليكم الصبر وأنا عليا الوفاء، فمعلش أنا آسف جدا على تأخير في أو عدم تسجيل في الحلقة في الأيام الماضية. Interrogative using question word.
present progressive or using question word in the present progressive tense. Yeah. As you see, interrogative form using question word in the present progressive tense. Yeah. طبعا زي ما احنا شايفين صيغة الاستفهام باستخدام كلمة استفهام في زمن المضارع المستمر. إليك عزيزي الدارس قاعدة تكوين السؤال بكلمة استفهام في زمن المضارع المستمر. طبعا أول حاجة يا شباب بنبدأ بيها هنا هو عام، يعني بص كأنك بتعمل السؤال اللي أنت بتحبه اللي هو yes I am، اللي هو طبعا كان is أو are you reading a book now، فأنت ترد تقول yes I am أو no I am not whatever. طبعا يا مستر هو نفس تكوين السؤال، لكن كل الزيادة هنا إيه بقى؟ الكويستشن وورد يا شباب، الكويستشن وورد اللي هو تبدأ بكلمة استفهام مناسبة، سواء what where who whatever، يعني على حسب بقى أنت هتسأل عن إيه بالظبط. تسأل عن شيء تسأل what، تسأل عن مكان تستخدم وير، تسأل عن شخص عاقل تستخدم هو، وهكذا يا شباب. فأحبك تكون يعني فاهم ما أنتش حافظ. يبقى question word كلمة استفهام مناسبة. ثم بنقدم زي ما قلت لك الverb am اللي هو طبعا verb to be هنا مستخدم ك as auxiliary in the present progressive كمساعد في المضارع المستمر. am or as or are plus subject plus verb ing. yeah. فيبقى انت قدمت هنا، شوف ام يز الاول ثم الصب الفاعل، طبعا بنختصر السبجكت يا شباب بصب. يا كلمه يعني اللي هو فاعل، يا اللي هو اي يو ذي وي هي شي ات اور اني سنجلر اور بلورال ناون او اي اسم مفرد او جمع. ثم طبعا الفيرب بتاعك المضاف له اي ان جي، طبعا زي ما احنا شايفين كده اللي هو present participle. اوكي يا شباب، as for example انا عايز اعرف انت بتعمل ايه دلوقتي، فبقول لك ايه مثلا what are you doing now. yeah what، ثم ادي كلمه استفهام مناسبه، ثم قدمت are زي ما انت شايف على الفاعل you، ثم الفاعل مضاف له ing. طب واحد هنا يقول لي ايه علاقه doing ب eating، ايه علاقه doing ب eating. yeah. هو هنا طبعا يعني بما ان الفعل do معنى ايه يا شباب؟ do او حتى does في المضارع، يؤدي او يفعل. فالذي ياكل يفعل شيء، والذي يذاكر يفعل شيء، والذي ينام يفعل شيء، والذي يصلي يفعل شيء، واللي بيضرب بيعمل شيء، وهكذا، واللي بيذاكر بيفعل شيء. فالفعل do يؤدي او يفعل. لو انت يعني جمله زي كده مثلا، واحد بيقول لي في محادثه في المدرسه وانا عايز اجاوب على السؤال ده، المس او المستر في المحادثه في المدرسه جايب لي دي، اللي انت شايفه ده كده بالسهل، جايب كل ده سبيس فراغ وعلامه استفهام في الاخر، وجايب لك جمله تحتيها هنا بيبقى فيه اي وبي، يعني طرف اول بيسال طرف تاني، فالتاني قال له اي ام ايتينج ناو، هو ما حددش الصنف هنا بياكل ايه، صح كده؟ بياكل باستا، بياكل تشيكن، بياكل ميت، بياكل فراخ لحمه، ما حددش، بياكل سمك فيش وات ايفر، هو ما حددش. فطالما ما حددش يبقى الافضل انك انت بدل ما تقول له وات ار يو ايتينج ناو ترجع تلاقي الاجابه، او هو يرد عليك يقول لك اي ام ايتينج ناو، لا، يبقى ان هنا بستخدم الفعل دو طبعا يا مستر عوضا عن الفعل الاساسي اللي هو الحدث نفسه. طبعا هو دو هنا جاي اساسي، لكن الحدث نفسه اللي بيحصل ايه، هو بياكل، هو بيقرا، هو بيشرب، وهكذا يا شباب. لكن لو هو مثلا قال لي في الجمله دي زي ما شايف في السهم كده اي، طبعا اي قبليها ام ايتين مثلا تشيكن ناو، ممكن هنا ساعتها تقول له ايه، عايز تعرف هو بياكل ايه بالظبط، فتقول له ايه وات ار يو ايتينج ناو، يعني انت بتاكل ايه دلوقتي، فيقول لك اي ام ايتينج تشيكن ناو، انا باكل دجاج دلوقتي. هنا ماشي، تقدر تشيل دوينج وتحط ايه، ايتينج، عشان تذكرت الصنف اللي بياكله او الكتاب اللي بيقراه لما يقول ريدينج مثلا، وهكذا يا شباب. احبك تكون فاهم ما انتش حافظ. تمام، ده طبعا زي ما احنا شايفين. يبقى الجمله بنذكر تاني الفاعل اي اهو يا از راي، ثم الفيرب اللي هو ام ايتينج. طب دول مستر فعل واحد، ايوان ده حدث واحد، لكن طبعا هو مكون تو ووردز، يا اللي هو الاوكسيلري ام او از او ار حسب الفاعل، لما كان الفاعل اي خدنا ام، ثم ايت الفعل الاساسي مضاف له ان جي، ثم كلمه ايه ناو، يعني الدلاله على ان الحدث يحدث ايه الان.
اوكي يا شباب، مثلا ممكن اسال، طب يا مستر اسال ب از امتى، وات از بدل وات ار، وات از لما يبقى الفاعل مفرد هي او شي او ات، يبقى وات از هي دوينج ناو. طب افرض هي شي، نفس القصه، اي فاعل مفرد يا شباب هيبقى الفعل الاوكسيلري بتاعي فيرب تو بي هيبقى از. وات از احمد دوينج ناو، what is Sophia doing now, what is Joe doing now, what is Mona doing now, what is he doing now, yeah, what is he doing now, what's he doing now, yeah, he is reading a book now, so on. طبعا زي ما احنا شايفين كانت الإجابة he is reading a book now، يعني هو يقرأ كتاب الآن. يبقى دي حاجة بتحصل دلوقتي، عشان كده لما كانت الحدث في حدث الجملة في زمن المضارع المستمر am is are زي الفعل مضاف له I N G زي ما احنا شايفين، كان السؤال في نفس زمن الجملة في المضارع المستمر، so on يعني وهكذا. طيب ممكن اسال بكلمه استفهام عادي، مش شرط وات، اي وات ايفر يا مستر، وات ايفر، وير، انت على حسب ما انت بتسال عن ايه. وير ار يو جوينج ناو، واحد عايز يعرف صديقه رايح فين الان. ام جوينج تو نيويورك، يا ام جوينج تو نيويورك، يعني انا ذاهب الى مدينه نيويورك. طيب هو لازم وير ار يو ولا ممكن وير از؟ لا حسب الفاعل، لو الفاعل اللي جاي بعد الفيرب تو بي جام اسال بار، لو الفاعل اللي بعد الفيرب تو بي في السؤال مفرد يبقى اسال بيه يا شباب بإز. انا حابك تكون فاهم وير از هي، وير از شي، وير از ات، ايا كان، وير از احمد، وير از منى، المفرد كله يا شباب بيسال بإز. وير از شي جوينج، yeah, where is she going now, where is she going, she is going to London, yeah, يعني هي ذاهبة إلى لندن، مدينة لندن، yeah, she's going to London, yeah, she's going to London, so on. وهكذا. طبعا في ملحوظة هامة يا شباب، يحول الضمير I إلى الضمير you والعكس بالعكس وذلك حسب المتكلم والمخاطب. اوعى تحفظ تقول لي لا اصل ما ينفعش اقول ام اي في السؤال، ام اي ريدين ا بوك ناو، طب ما انت ممكن تقول كده للتاكيد ويجي اللي قدامك يقول لك يا اور يس يو ار ريدين ا بوك ناو، عادي جدا حسب المتكلم والمخاطب، ما فيش حاجه اسمها ايه زي ما علموكم في سوري يعني، او زي ما احنا اتعلمنا كلنا احيانا غلط في الانجليزي يعني للاسف ما كانش كله. فيقول لك ايه وهو بيكتب القاعده، يقول لك ام دي يا شباب حطها في درس ما تسالش بيها، الكلام ده مش مظبوط، ده ما يبقاش انجليزي، ده يبقى بلح، تمام؟ انما يا مستر ام بنسال بيها عادي جدا، تمام؟ ام اي ايتن ناو، انت مثلا بتقول لاولادك كده، فانت بيقول لك واحد منهم من اولادك يرد عليك يقول لك يس يو ار، يبقى انت بتحول يس بتحول سوري اي اور ليو ويو لاي حسب المتكلم المخاطب في السؤال والاجابه، خليك فاهم ما انتش حافظ، تمام؟ طيب خلينا الآن يعني نبص بصة كده على ما تعلمناه في معهد الكتاب المسلحة للغات، عايزين نمارس يا مستر، طبعا ما تمشيش وتسيب الحلقة لأنك هتخسر كتير، إنما ثبت معلومتك معانا في الكتاب الخاص بمعهد القوات المسلحة للغات. Explanation and drill of structures، structures اللي هي القواعد. طيب what and where progressive or plus plus progressive verb phrase. What زي ما احنا شايفين what are you doing I'm reading a book as for example yes it's right زي ما شايف كده what مش معايا مع السهم what are you doing I'm reading a book طيب ممكن هو سبوير عادي جدا زي ما شفنا على الشيت where are you going I'm going to New York yeah يعني انت رايح فين دلوقتي where are you going now yeah I'm going to New York yeah I can say I'm going to New York now yeah that's right اوكي يا شباب فيبقى مستر هنا انت مش محدد يعني كلمه فاهم اصل لازم وات يا مستر ماذا تفعل الان ماذا تاكل الان لا ما فيش الكلام ده طب انا ممكن اقول له رايح فين دلوقتي حضرتك where are you going now yeah طب هي رايحه فين دلوقتي where is she going now yeah that's right she is going to London yeah she is going to Canada whatever yeah فطبعا مستر انت اللي بتحدد يا حبيبي احنا انت بتتحكم في اللغه انت بتتكلمها مش هي بتتحكم فيك اوكي يا شباب يا ريت الناس تفهم ده كويس احنا يا شباب بنتحكم في اللغه مش اللغه بتتحكم فينا زي ما انت شايف طبعا practice question word what
طبعا هو جايب لك هنا الفيرست كولم، ازاي تمارس السؤال بوقت في زمن المضارع المستمر ككلمه من كلمات الاستفهام. What are you doing؟ What are we doing؟ What are... لاحظ are للجمع يا شباب، ها ضمار الجمع you we they or you the we، ها زي ما احنا شايفين تمام that's right. ها يبقى are مع ضمير الجمع، you انت انت انتم we نحن، جمع كل ضمار جمع they هم، ادي زي ما احنا شايفين مستر ياس مع السام what are they هم جمع، what are they doing؟ طيب في المفرد what is he doing؟ yeah what is he doing now؟ yeah what is she doing؟ what am I doing؟ شفت بقى اللي بيقول لك ايه اصل ام دي يا مستر ما سالش بيها، الكلام ده مش مظبوط تمام حسب المتكلم زي ما قلت لك والمخاطب. سؤال في السؤال بمعنى هل، ليدي معنى هل اللي هو بنسميه yes or no question، او حتى في الكويستشن وير. اوكي يا شباب زي ما انت شايف وما نجيبش حاجه من عندنا والله. what am I؟ وانا مثلا بنتفلسف على الناس ونقول لهم ده انجليزي جديد زي ما الناس بتطلع تتريق احيانا علينا، لا انما يا مستر دي قواعد، ده الانجليش، ده الانجليش الحقيقي مش الانجليش اللي هو اي كلام والسلام. what am I doing؟ what is the student؟ yeah. ممكن تجيب اسم يا مستر، ايوه لو مفرد اسال بيس عادي، yeah. زي ما شايف كده what is احمد زي ما قلت لك من شويه، what is احمد doing now؟ yeah. What is مونا doing now؟ yeah. What is جو doing now؟ yeah. What is جون doing now؟ yeah. Whatever. طالما اسم مفرد. طب what are احمد and مونا doing now؟ يبقى ار للجمع، حتى لو اسم يا مستر اسم ينطبق على الاسم الجمع ينطبق على الضمير الجمع، وما ينطبق على الاسم المفرد ينطبق على الضمير المفرد، لان الاسم يعني او الضمير بمعنى صح انما جاء عوضا عن الاسم يا شباب عشان بس نبقى فاهمين. اوكي what is the student؟ student طالب او طالبه، طبعا هنا دي مفرد فعشان كده ايه قدم الفعل المساعد الاوكسيلري فيرب فيرب تو بي از على الفاعل الصب بتاعه والسنجلر ناون هنا يا شباب، ثم الفعل المضاف لان جي دو بلس اي ان جي دوينج. يا What are the students؟ طب لما كان الاسم جامعة يا شباب زي ما شافوا سام students يبقى سأل بآر، yeah. يبقى كلمة استفهام ثم بقدم الفعل المساعد أما وإذا وآر حسب الفعل اللي جاي اللي فوق السام ده مفرد هيبقى إيه؟ جامعة زي كده هسأل بآر. طب أنا بالنسبة لفعل I يبقى مستر what am I doing؟ yeah. زي واحد مثلا واقف في معمل مدرس لغة أو مدرس العلوم واقف في معمل بيعمل تجربة شرحها مرة وجي واحد من يعني من الطلاب يعني يعملها تانية او يعمل تجربة مرة تانية او المعلم نفسه بيعمل تجربة تانية وبيسأل طلابه فيقولوا what am I doing now؟ yeah. فيرد عليه you are كذا، بيعمل كذا تمام وهكذا يا شباب، او بيفعل الشيء اللي هو بيعمله ايا كان نوع التجربة. فمستر مفيش حاجة اسمها لأ ما ينفعش الكلام ده مش مظبوط تمام. طيب What are you doing؟ What are we doing؟ What زي ما احنا شايفين في كمالة العمود الثاني برضه نفس النظام، كلها يا مستر زي ما انت شايف عشان ما تضيعش وقتك. كل ده احنا طبعا يا مستر كده اتعلمنا امتى استخدم اس في السؤال وامتى استخدم ار وامتى استخدم ام يا شباب بعد كلمة استفهام ثم الفاعل، كلمة استفهام الفاعل المساعد ام ايزي ار ثم الفاعل ثم الفيرب المضاف له اي ان جي، وممكن استخدم doing وممكن استخدم اي فعل يا شباب لو يعني في متعدي زي ما بيقولوا او يعني في تصنيف ليه او في حاجه بعد منه تحت يعني الفعل محدد بمعنى صح. لو مثلا ايه انا رايح فين؟ رايح لندن. انا رايح فين؟ رايح نيويورك. يبقى هنا ممكن استخدم going مش لازم اقول doing طبعا. اوكي يا شباب طيب فزي ما احنا شايفين كده اهو يبقى practice to question word where yeah هنا بتمارس طبعا مع استخدام كلمة استفهام where. Where are you going؟ yeah. You can ask your friend now. Where are you going now؟ Where are we going؟ Where are they going now؟ Where is he going؟ Where is she going؟ Where am I going؟ Where am I go برضو أيوان. Where am I going؟ Where is the student going؟ Yeah. You can ask with this. Yeah. Where is the student going now؟ Is the student or he is going to London now؟ Yeah. Or she is لو هي الطالبة دي بنت yeah she is going to New York now whatever yeah. اوكي يا شباب طبعا زي ما احنا شايفين
دي طبعا أمثلة على السؤال بكلمة استفهام باستخدام كلمة where، ودي القاعدة يا شباب اهي، ادي where am I سبب. شوف كل مرة، شوف فوق السهم كده، كل مرة يا مستر محمد الفعل الأول، ثم يا شباب ثم الفاعل. لو الفاعل I هسأل بام بعد كلمة استفهام، لو الفاعل جم هسأل بار اللي هم اليو ذا وي، لو الفاعل مفرد هسأل بإز ثم الفاعل ثم الفعل المضاف له ing going doing whatever. زي ما احنا شايفين يا شباب اهو، what am I writing now؟ يعني مثلا ماذا اكتب الان؟ اصل هو بيكتب خطاب، رساله يعني، او جواب زي ما بيقولوا بالبلدي. what am I writing now؟ what am I writing now؟ you are writing a letter now. yeah or you are writing a letter now. طبعا ما اسموش letter، انما اسمه ايه؟ letter or letter. yeah as American letter، خطاب لو انت بتقول عليه جواب، اور ليتر. انطقوا انجليزي صح يا شباب، وسيبكم انجليزي مقصر اللي جابنا لورا. على قد ما بقدر انا بنطق، انا برضو لغايه دلوقتي يعني في حاجات بتقع مني، انا مش جاي من امريكا والله، انا بتعلم زيك على فكره، ولما بتعلم الصح بقوله لك تمام. فيا ريت الناس تنطق صح، ان الانجليزي بصراحه الواحد بيحزن لما بيشوف ناس بتنطق الانجليزي غلط، زي ما احنا ظلمنا العربي بنظلم الانجليزي، دايسين احنا ما شاء الله. فالناس تحاول يعني، طالما ربنا سبحانه وتعالى علمك الصح حاول تتعلم الصح، لان الصح حقا يتعلم تمام في كل شيء يا شباب. طبعا الى ان نلتقي ان شاء الله رب العالمين في لقاء قادم قريب باذن الله تعالى، ان كان لنا في العمر وقية. ما ننساش لو عجبكم الفيديو ندعم الفيديو بلايك، ولو انت اول مره تشوفني يا ريت تشترك حتى يصلك كل جديد، واتاكد انك تستفيد ان شاء الله استفاده جامه معانا في هذه القناه البسيطه. الى ان نلتقي، كان معكم مستر محمد طه، محاضر ومترجم لغه انجليزيه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.